وعادت حليمة لعادتها القديمة. منو حليمة؟ شو اللي عادتها القديمة؟ ما فهمت. هذا مثل اسقاط على الموقف الكوميدي اللي صار أمس. تقصدين هوشة أمس اللي صارت؟ أنا بعرف الجيران الهيلك، ومتى فيك سمعون؟ بس تبين الصج؟ خفت عليه. خفت عليه؟ من شنو؟ خفت عليه منهم يعني من شنو؟ شد واحد بالغلط معصب ولا مشتط يطق أخوي. كان زين علشان يتعلم ويتأكد إن الربع اللي ماشيهم مو من مستواه وهيلك. إلا ما قلتي لي. سلمى، متى توصل؟ أتوقع اليوم الساعة 7 بالليل. إيش رأيك نروح ناخذهم؟ تمام. نروح ناخذهم ونودي كاكاو وورد وفرقة شعبية ونكتنون عليهم بعد. من صدقك أحلام؟ أنت شايفتني فاضية. براسي وايد شغل. خمس ساعة أجيبهم. أنت ليش حياتك كلها أوفر جد؟ بفهم. وأنت وايد أوفر؟ تبين الوناسة والطقطقة. ما ورا الجامعة؟ بلى، بعد شوي بخلص وأروح. زين. انت تدري ايش ولدك امس سوى مشكله مع ولد جيراننا مشعل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وين طلعتي؟ خرعتيني؟ ايش انت وخرعتك؟ ليش قاعد بغرفه صاك عليك الباب؟ زين، ليش بالله سوى المشكله؟ علشان يسوي مشكله بينك وبين ابو مشعل ويحطنا قدام الامر الواقع. يا سلام. واذا حطنا قدام الامر الواقع يعني احنا بنوافق على زواجه؟ وصلت خير عليك نور. لا يبا، ولدي وعرفه، ولدي عقل من كذي. اصلا ولدي قلبه طيب، تلقين اليوم ولا باكر بيعتذر. خير ان شاء الله. عموما انا بكلم ام مشعل اني انا بزوج بنت حق ولدي. وي انا بعرف انت بذمتك ليش مستعيله؟ ابي افرح بولدي. لا متى بتم عزوبي؟ يا بنت الحلال خلي يتم عزوبي احسن له. ايش ذا بالزواج؟ ما ورا لا عوار الراس. انا لو يحصل لي كان اتم طول عمري عزوبي. اخ لو يرد فيني الزمن كان ما تزوج. خير؟ يرد فيك الزمن؟ انت احمد ربك امك دعيت لك ان عندك واحده مثلي. اي والله يرد فيني الزمن. خلي يرد. لا داعي علي. نسرح. سمعتك؟ أقول أنت حين تسولف داخل بطنك يرن بذوني داخل. سمعتني ولا لا؟ حطني على بالك عدل. آه. نسرح. أهلين. إيه؟ شلون يعني مستغرب؟ ما فهم. الموضوع صعب؟ انت تدري لو هالموضوع ما صار ايش بيصير؟ ينطرون. اسمع اسمع اقول لك ينطرون ولا تاخرني زياده. ايه يلا مع السلامه. والله ماني هبله ولا مدمغه فالروح. أنا متأكدة أنت تعرفين كل شيء. يلا قولي ليش صاير بتفصيل الممل. شنو في يعني؟ إيش سالفة سعد؟ سعد سالفة إيش فيه؟ الأسلوب هذا ما يمشي علي. لا تستعبطين. شنو جوج؟ إيه صج إيش سالفة أخوي سعد؟ ترى ما أدري إيش السالفة. لا حرام مسكينة أنت ما تدرين بشيء. والدليل الصراخ اللي كان البارحة بالفريج. أقول ما أدري ليش إن أكو ربط بين موضوع سعد وموضوع حنان. قلبي حاس أقص إيدي من هني إذا كلامي غلط. رقيوه خلاص أنت مالك شغل. قلت لك خلي الموضوع علي وخليك بنفسك وبس. مالك شغل يعني أنت مرتاحة الحين إن حنون صكتنا بلوك من جروب الواتساب؟ شناوية عليه بعد تبي تصك الدوام بلوك؟ رقيوه أنت إيش سالفتك؟ قر 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 ترى عورتي راسي. لا تتدخلين ومالك شغل بسوالف. بس عاد خليك بشغلك وبس. كله منك. من قلتي لي ما أبخر المكتب؟ شوفي كل يوم احنا من مشكلة لمشكلة. قومي زين ترى مالي خلقك وروحي قاعدي بمكتبك جاب لي شغلك احسن. قومي. يا
يما أنا حلمت حلم وايد حلو، قعدت من النوم ونفسيتي وايد حلوة. عسى خير إن شاء الله. قولي. حلمت بطاووس شكله وايد حلو، ولما ندش بيتنا كلنا استانسنا ووقف يمي. إيه عاد الطاووس تدرين يا يما وايد زين بالحلم. إن شاء الله يا رب يقولي آمين رزقك جايتش. تهجاني مريل؟ واي طعف شنو تفكر هذه؟ انت خلصتي جامعتك بالاول، تاني فكري بالريل، خلي اختك العوده تتزوج. يما انطر قيد تزوج من انا اتزوج، ليش عاد؟ واي حسستيني عاد كلش واقفين عند الباب طابور ناطرينك بس، ساتول ساتول واقفين، خلصتي جامعتك بالاول، بعدين فكري بالزواج. الحين انا انطر استاذ رقيد تزوج من انا اتزوج، والله ما حط قبابها. طفى فالك ما قبلنا، شو الحكي هذا؟ انتي خلصي جامعتك تفهمين شو اقول وبعدين تاني فكري بالريل. وي شو الملقوفه هذه؟ يلا خلي الفلوس تجري في الليله، يلا خلصوني يلا حماسه نايم جوه انت غير تفكش معاك. يلا يلا يا دكتور يلا ماشي ماشي. هلا ابو حرفي. هلا عم. ها صاعد دفعه كله 100 100 جاهزه. والدفعه الثالثه زي النهارده ان شاء الله الاسبوع الجاي. حلو هذا اللي ابي انا. تؤمر باي حاجه ثانيه؟ سلامتك. قلت له ايه؟ انت تهمني لكن معانا على الخط كده ما لكش اي حوار انت معانا. الحين ما علمت شغل. امشي يلا روح امشي. حاضر بس حاضر. تؤمر باي حاجه؟ شيك عليهم تكفى. ان شاء الله. الو هلا ابو مرزوق. الدفعه جاهزه. ايه ايش عبالك بعد؟ المنتج كويتي 100%. ايه حاضر حاضر ان شاء الله. لا لا دفعه الثالثه اسبوع الجاي نفس الوقت. اي لا تحاول لا تحاول. صباح الخير. صباح النور. اهلين. بغيت شيء؟ انا جيت اسال عن مشعل موجود؟ عيارتك شايف ان سيارته موجوده؟ اكيد مو موجود. ما انتبهت بس ما عليه خلاص انا اتصل عليه. ماشي معنا ابنك روان. نعم. انا مو قلت لك بغير نظاره احلى. اوكي شنو؟ عند ابنك تكفى مو توهقني ترى معتمد عليك اليوم. كفو الذيب كفو. خلاص بدنا الله اليوم الوعد ان شاء الله. يلا سلام. سلام عليك ابو نايف تهلو الدنيا عندي والله. ها قاعد مبكر اليوم؟ انا نمت اصلا. اي وين تنام؟ قبل اللي هببت امس وين يجيك النوم؟ ولا تبي تعكر مزاج انت الثاني بعد؟ لا يا ابن الحلال ما بيعكر مزاجك ولا بضايقك. سوي لنا ريوق وخلنا نقعد نتريق تعالي بدردش معك. خلاص روح الصاله يجيب لك ريوق. خليني اساعدك. تبي تسوي بيض؟ لا 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 تسوي ولا شيء انا اسوي كل شيء. زين سوي لي اومليت. اومليت شنو بعد؟ اومليت بيض مع خضار بس كذي. خلاص يعني. خلاص عرفنا ندمك افوكادو وخفيف. يلا روح. خلاص روح استريح. يلا يلا. اومليت عباله ما اعرف انجليزي. ايه ابو مشاري لا تحاتي. لا الامور طيبه كل شيء بخير. ايه العدد لا كافي وزود. انا قلت لك لا تحاتي لا تحاتي. عندي الموضوع. ايه عندي ولو ولو ابو مشاري شوي ودق لك. انت الحين هذه البورصه وقاعد هنا سالفتك سالفتك انت سالفتك سالفتك. ان شاء الله تبيني اصل الفيل واروح شنو فاهم البورصه اكلت باكه. اي خير وبركه خير وبركه. ليش ما تروح من الفير؟ صب شاي صب شاي صب شاي صب شاي. كوارث قاعد اسوي. يا حاكيك عندك سيوله؟ سيوله؟ سيوله ايش حقه ايش حقه ايش حقه سيوله ايش حقه؟ ماكو في اسهم جديد الحين نازله السوق وتقول لك راح تكسر الدنيا. لا ما عندي كان زين عندي كل اللي عندي حطيته بالبورصه بس ان شاء الله اذا صار عندي ان شاء الله يصير خير خير ان شاء الله خير
خير ان شاء الله، بس انا قاعد اشوفك لي قدام فوق فوق فوق. قول ان شاء الله، قول ان شاء الله، قول الله يسمع منك، الله يسمع منك، قول ان شاء الله، قول ان شاء الله. انت ليش وايد تعيد الحكي؟ شنو قاعد تسبح؟ قول ان شاء الله انت. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. الله يسمع منك، الله يسمع منك يا رب. أوملت. هذا بيض عيون مو أوملت. أوملت عيون، كيفك؟ بيض. شوف سعد، أنا جاي بكلمك بموضوع. ما أبي أضايقك، بس أبي أكلمك بموضوع يخصك. شنو موضوعك حبيبي؟ خلصني. شوف سعد، أنت الفترة الأخيرة صاير وايد انزعاجي، اندفاعي، تعصب، يعني مشكلتك مع أبو حنان، مشكلتك بالبيت مع أبوك. ترى انت ما تحس احنا ربعك نشيلك نتحملك، بس الناس ما تعرف ظروفك ما تتحملك. وبعدين شنو انت بتوصل له؟ يعني انت خلاص هدي شوي، ريح بالك، تعامل مع الناس عدل، حل امورك. شوف انا جاي هني استانس، اتريق، اطالع البحر، اغير جو بالشاليه، مو ناقص محاضرات، مو ياهل انا. خلاص خلاص خلاص. ابي اقول لك خبر حلو. تحج اقول يونس 30,000 تعطيني مثلا؟ صاحبك يبدش القفص. صدق لي قالوا عمرك سمعت بطير يحب السجانة؟ زاد ما سألتني منو؟ منو؟ تعرفها وتعرف أخوها عدل. لا يكون فرح. أي فرح؟ روان. روان أخت بشيعي؟ ها أوكي، كذي الموضوع. تمام، يعني أكيد اعتمد. شكرا، يعطيكم ألف عافية، باي باي. لا أنت مو فوز اللي أعرفها، تفيد شيء. ما فيني شيء واحد، فيني أشياء. ما شاء الله أشياء بعد؟ صاير شفيتش؟ مو صاير شيء، ما فيني إلا العافية، ما في شيء ببالي واحد بسوي. لا لا أنت مو فوز اللي أعرفها، ايش فيش متغيره؟ ايش صاير؟ بلاش الافوره، ما فيني شيء. انت غصب تبين تعرفين الشيء اللي ببالي، هذه اللي قافه اعرفها، بس راح تعرفين. انطري نصبر ونشوف، على الاقل نستفيد منك شيء، لو ربع شيء. وانت بس تبين فايده مصلحتيه؟ ما في احد بالدنيا ما قاعد يدور الفايده. جت علي انا الفقيره المسكينه. من الفقير المسكينه؟ شوف وجهك، واو وايد بين. تفضل. أستاذة أحلام، في واحد اسمه أبو خالد بيحكي إنه رايدك بموضوع ضروري. أبو خالد؟ ما قال اسمه؟ لا، وعلى فكرة جاي من دون موعد مسبق. ما عنده موعد مسبق. طيب شلون شكله يعني؟ شخص مهم ولا عادي؟ شكله كتير مهم. خليه يتفضل. تفضل. شلونك أحلام؟ وليد؟ والله حي الله من يانا. حييك الرحمن. بس تبين الصج يا سعد؟ ايه. ما انت خالية، شكلك كذي ودك تقولين شيء بس مستحية. شاكتني. عرفيشتي. تبين الصجعات؟ ايه عندي شيء، بس ها الشيء هذا خير. خير لتشولي. خير قولي، شوقتيني بصراحة. بصراحة انا جاية وطالبة القرب منكم. طالبة القرب؟ ايه، ابرقية حق ولدي سعد، حق وحيدي. والله ما ادري ايش اقول لك يا ام سعد، بس تبين الصج فاجأتيني. اي احلى كذي، شوفي الفرحه على وجهك، المفاجآت الحلوه وايد سنعه. والله والنعم فيكم، والنعم بسعد بعد ريال، وما راح نلاقي مثله. وبعدين سعد وايد رفيج مشعل، ودائما يذكره بالخير. بس اي احسن بعد،
توش تقولين مشعل رفيج ولدي، يعني عرف عن ولدي كل شيء من الألف للياء مثل ما تقولون، ما شاء الله تبارك الرحمن، ما في شيء يعيبه. ها إيش قلتي؟ إيش رايك؟ إيه وانتي صادقة، بس تبين الصج يا مسعد لازم نشاور البنت. أم مشعل من صجج؟ من متى إحنا ناخذ برأي بناتنا بهالمواضيع؟ واخذ يا لا عاد اسمحي لي، في الأمور هذه لازم الشور بالأول وبالأخير لهم، بعدين تطمني رقية إن شاء الله راح توافق. تدرين ليش؟ ليش؟ لأن ما راح تلاقي أحسن من سعد. الله يبشرك بالخير، ترى لو ما لعبة ودي الحين أقول لاحقة. الله يتمن يا رب يا كريم. عاد رقية ما شاء الله عليها عين السيح، ودي ودي إن شاء الله توافق وتاخذ ولدي سعد. إن شاء الله إن شاء الله، بشري بالخير إن شاء الله. إن شاء الله. بحتيني قولي، روحي قاعدي بمكتبك خلصيني. الحمد لله على السلامه. هلا خايف ايش دعوه يا حافظ، ما تردين علينا؟ مزعلينك بشي؟ لا عاد حنان قلبها ابيض، هذه عين السيح وين تزعل. ادري حنونه ذهبه واللي عافيكم انتوا الثنتين، ما لي خلق اسمع صوتكم، كل واحده تجابل شغلها. تمونين تمونين يا الغاليه، قولي ايش بخاطرك، اذا بخاطرك شي ترى نشتريك. يا عمري تسوي روحها ما تدري عن شيء. ليش؟ هذه ما قالت لك؟ هذه؟ إيه هذه حنان فرح، ايش فيكم؟ ترى انا من صدق ما ادري عن شيء. اوكي انا بسوي نفسي غبيه وما افهم، وان انت صدق ما تدرين عن شيء، بس بقول لك شغله، عليك بألف عافيه سعد، حلال عليك. سعد بس انا اخر شيء توقعته، أقرب الناس لي ورفيجاتي واللي عديتهم خواتي يطعنوني بظهري. حنان خربطت حنون، مش قالت؟ ما شاء الله عليك، كل ما كبرتي كل ما حلوتي زيادة، الله يحفظك يا حلام. شكرا. قولي أبو خالد، شو اللي ذكرك فيني عقب هالسنين؟ شكلك مشغولة، تبين تعرفين سبب زيارتي على طول؟ ها تقدر تقول، خصوصا ان الزيارة من غير موعد مسبق. يكون بعلمك انا اعرف كل شيء، ولا تتوقعين انا ما ادري ايش قاعدة تسوين او حتى بشنو تفكرين. تبين اثبت لك هالشيء؟ انت حاليا بأزمة، وعقب ما اتفقتي مع الجماعة بروما وغضبتي توهكتي لأن مو عارفة تدخلين بضاعتك. صح كلامي استاذة؟ لحظة، انت ايش عرفك؟ هذا الموضوع بغاية السرية. يمكن اهل روما قالوا لك صح؟ لا ما حد قال لي شيء، بس لازم تعرفين انا ابو خالد وما يخفى عندي شيء في مجال الصفقات والمال، بالذات الصفقات اللي فوق الطاولة واللي تحت الطاولة. والحين ايش حقه يعني؟ عدو ولا صديق؟ انا صديق اللي ما يغدر. هالموضوع بالنسبة لي سهل مثل شربة الماء. أنا عارفة هالشيء أبو خالد، بس أكيد أنت تبي مقابل. طبعا ماكو شيء بهالدنيا ما غير مقابل، خدمة مقابلها خدمة. طلباتك. أنا يا أحلام ما راح أخذ منك ولا فلس مقابل هالخدمة. ايش تبي؟ ليكون تبي أرض من الأراضي اللي أملكها، أو تبي تشاركني بالأسهم؟ لا أنا ما أبي أراضي ولا أسهم، اللي أبيه أكبر وأثمن من رجلتي. ممكن أعرفش اللي تبيه بالضبط، بس من الحين أقول لك، إذا أقدر أسوي أقدر، إذا ما أقدر ما أقدر. لا راح تقدرين، لأني صاحبة الشأن
والقرار الأول والأخير بيدك انت. خالد ترى شغلتني، شو اللي تبي بالضبط؟ أنا يبيك انت يا أحلام. نعم تبيني أنا؟ إيش قصدك؟ أبيش تكونين شريكة حياتي، يعني زوجتي، وانتي تدرين هالشي أنا أتمناه من زمان. أنا أدري أنك ما توقعتي هالطلب مني، لكن صدقيني يا أحلام أنا جاد، أنا جاد مثل ما أنا جاد إني أساعدك. لا تردين الحين، فكري وخذي راحتك، وأنا بانتظار ردك. هذا كرتي. أنا بك. تبي الصج زي ما اخترت، والنعم فيك وفيها، وانت انسان زين. لو تبي فرح اختي اعطيك اياه، صدقك انت. والنعم فيكم كلكم، وفرح حسبة اختي. صدق اللي خلاني اتشجع الموضوع الزواج ان انا اعرف روان، اعرف اخوها، اعرف تربيتهم، فقلت خلاص بخطي هالخطوه وان شاء الله ربك يوفقني. ان شاء الله. قلت لك اياها واعيد واكرر، لو تبي اختي اعطيك اياها، ادري انت انسان زين. اختك بحسبة اختي. خلاص يبا درينا ما تبي اختي، خلاص درينا. ايش فيك انت؟ اخ بس متى اليوم اللي انا اكون متزوج حنان ومرتاح، ويا اقول لكم ان شاء الله ان شاء الله بيها اليوم، وراح تستانس. اذا لك نصيب بتاخذه بتاخذه ان شاء الله. بس في مشكله. شو المشكله؟ السلام عليكم. السلام ورحمه. ايش عندكم؟ ايش عندنا؟ قاعد اخذ شاور. ايش عندنا؟ اتمشى. عاد عندي لك خبر. انت ما نحط بحجك سالفه؟ شنو الخبر؟ ما اقدر اقوله، هو يقول لك. تعال شنو الخبر؟ شنو الخبر؟ الخبر شو فيه بخربط الحجه؟ ماكو خبر ولا شيء. الجو اليوم وايد حلو، يبينا تشمس. تشمس ملابسنا يعني ولا شلون؟ علي ترسم ملابس، اعطيك بدال مايو اربع. يلا ليش لا؟ باين ايش هالبوز اللي مدته ثلاث اشهر؟ هذا الحين ردينا الديره حق احلام وطلابه احلام، الحين بصبح بويها احلام واوس بويها، والشغل اللي تاركه كله مكودته الحين على راسي. عبد الله تعال ابيك، عبد الله تعال ابيك. عبد الله ما يصير التحلطم، خلاص لمتى يعني؟ مو مني، من اختك ناشبت لي وقتتني، قعدت لي هني مثل العظم في البلعوم. شوف واللي عافيك لا تجيب طاريها، ترى ما ارضى عليها، وهم هذه اختي. صدقك هو المرض من اختك؟ ايه شكوى الله. ايش فيك انطر؟ انا صار لي ساعه انطرك صبيت شاي. انا اصبك بس زيش دعوه الكثار ابو مشعل. زين صار لي ساعه الحين ما صبيتي لي ذا اليوم، صبيتي قبل سوي لي سوي لي سوي لي سوي لي سوالف سوال الحين. زين زين خلاص. كان صبيتي وجبتي وصبيتي. هي عندي ما انا انطر، انا احط لك عندي سالفه مهمه. لحظه خلنا احاكيك فيها. يلا يلا اقول لك. يلا بس وحده. اي احاكيك اليوم سعد كانت عندي. اي وخطبت رقيل ولدها سعد. لا 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 وانا اقول أثاري هاي سوالفك يا أبو سعد. ليش؟ أول لمح لك على الموضوع قال لك شيء؟ إيه صراحة لمح لي بس أنا صراحة ما أعرف شنو قصده. وأنت إيش رأيك؟ موافق؟ إيه ليش ما وافق؟ ليش؟ ما شاء الله عليه سعد ريال يعتمد عليه، ما شاء الله عليه، وهو قاعد إنسان يقدح ليل نهار علشان يعيش نفسه وهله. اي والله ريال مكافح مكافح. انا عجبني سعد الصراحه. اي والله والنعم فيه. بس احاكيك تهقى رقيه توافق؟ اي ليش ما توافق؟ رقيه ما شاء الله عليها بنت فاهمه وعاقل، عقلها براسها وتوزن الامور. ليش ما توافق؟ الا هي وينها وينها وينها
والله كاهي قاعدة بدارها من يد من الدوام وهي صاكة على نفس الغرفة ما أدري إيش فيها. خاف فيها شيء؟ قوم 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 شوفي يا قومي يا قومي. زين زين. قومي يا بنت الحلال خاف فيها شيء بنتي قومي. زين زين إن شاء الله إن شاء الله. قومي إن شاء الله إن شاء الله. قومي. قويبة هلا يبا هلا 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 زين لقيتك هنا تو انا كنت بالشاليه مع سعد ومحمد وسعد ادري 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 وسعد يبي خطب رقية اختك صح؟ شنو؟ سعد؟ سعد وش صار؟ وافقوا؟ اكيد يوافقون بعد هذا سعد ولدي وي وين بلقون مثله؟ بعدين بيني وبينك أنا أخذتها بالحكي. أنا بيني وبينك شاغل بالي سعد هاليومين. لا لا يشغل بالك ولا شيء ما في إلا العافية. يعني رحنا وخططنا وخطبنا وهو ما يدري السالفة. بالله ديك الساعة هون مو بيوهقنا ولا فشلنا مع العالم. لا سعد ولدي وأعرفه عدل بسم الله عليه ما أتوقع إن ولدي بيفشلني وأنا قايلت له يما حبيبي إذا تبي رضاي لا تاخذ هذا البنت ما توقع ببيعني انا وانت بسبه هذا اللي اسمها حنانو انا بعد قلت بكلمه على اساس انه يرد البيت ينام هني احسن له تصدق عمرك اطول من عمري بغيت اقول لك عاد تقول له ان شاء الله الحمد لله الحمد لله على شنو يعني على اساس انه الحمد لله ان احنا انا وانت قاعد نفكر نفس التفكير بنفس الوقت يعني ايه على بالي الله يرحم والديك رقية يما أكيد ما فيك شيء لا يما ما فيني شيء الحمد لله أنا بخير بس شوي تعبانة من الشغل زين الحمد لله دام كذي أنا جاية أبي أكلمك بموضوع والموضوع هذا وايد فرحني وفرح أبوك خير يما شو الموضوع مساعد مساعد جارتنا اليوم يتني واخطبتك حق سعد ولدها ايه ما شاء الله شفيت كان مو عاجبك الموضوع لا يما بس يعني تفاجأت ما ادري ايش اقول لا تقولي شيء سمعي شوري وشور ابوك ووافقي وترى سعد خوش ريال وما راح تلاقي مثله ان شاء الله يمه رقية ابوي يبيكم تحت زين زين جايين ما وصيك ها مثل ما قلت لك سمعي كلامي وكلام ابوك ترى ابوك وايد استانس وفرح لما عرف الموضوع ان شاء الله مواضيع من وراي كنا لاحقه تعرفين ملقوفه يلا قوموا قوموا يا بنات الحمد لله الأمور مشت مثل ما احنا نبي وحسن بعد ما شاء الله عن قريب بتسمعون الخبر اللي أنا وسلمى ناطرينه من زمان الحمد لله على سلامتكم وهذا أهم شيء وإن شاء الله يا رب يرزقكم ذرية صالحة ونشوف البيبي الصغير يلعب في الصالة إن شاء الله بسميه فوزي وخالته فوز أحلام أحلام خير إيش فيكم؟ إيش فيك أنت مو معانا؟ لا لا معكم معكم عبد الله خير تعال بك صدقك ترى يقولون هذا ريلي على فكره درينا انه ريلي شنو يعني قلبت الدنيا اي بس مسخت السالفه كل شوي تعال وراي امشي وراي المكتب الحقني لمتى يعني انت غبيه ما تدرين ان ريلك عبد الله ماسك كل شغل اختي احلام شو الغباء المهم قولي لي جبتي لي من الكاكاو اللي قلت لك عنه؟ اي جبت لك من الكاكاو والجلي وفوقه عطر بعد. امري والله اختي الحمد لله اخيرا عشت وبشوفكم انتوا الثنتين ببيت ريايلكم. الف الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله محمد. قولي كلولوش قولي كلولوش. ايش عرفني؟ كلولوش كلولوش بس. والله سعد ومحمد انا اعرفهم عدل يعني والنعم فيهم. اي والله. اي والله اي والله النعم فيهم اي والله. ها بنات. أنا ما عندي مانع بس الرأي رأيكم أنتوا رأيكم أنتوا إيش رأيكم إيش رأيكم
والله يا ابو مشعل عقب رايك ماكو راي. عاد البنات عاد اليمة. ايه عاد شوف مشعل ابيك تروح حق محمد وتقول له ان احنا ما عندنا مالنا وهذه الساعه المباركه ومحمد ترى ولد المرحوم ولد المرحوم الغالي يستاهل. زي ابو سعد شو اقول له؟ ايه سعد هذا خلى على امك. ابيك تروحين عند مساعد ها وتقولي لها ان احنا ما عندنا مال كلش ما عندنا مال وهذا الساعه المباركه ساعتك ابرك. ان شاء الله الله يشوف بناتي زين ان شاء الله قول ان شاء الله والله كبر البنات. اسمع عبد الله، الموضوع اللي كان شغلك انت وسلمى اظن خلصنا منه على خير صح؟ ابشرك الحمد لله الامور كلها تمام. الحين عاد بدل جد ابيك تركز بكلامي يا عدل. الظاهر في موضوع شايد وغير قابل للتأجيل. اي نعم موضوع جدا مهم. ايش هالموضوع؟ عسى خير. انا بديت احط لمساتي الاخيره على الصفقه بصراحه في قرار لازم اتخذه علشان تكتمل الصفقه من غير ولا غلطه. ايش هالقرار؟ ابو خالد. اي نعم ابو خالد. ابو خالد تذكرك فيه وش يا بطاري؟ انا ما ذكرته ولا يبطاريه. هو اللي ياني وعرض عليه خدماته وتدري شنو المقابل؟ كني عرفت السالفه بس اخاف وتلاقف واقول وتطلع السالفه غلط وتعفسيني فوق وتحت. لا قول ولك امان. المقابل انه يتقدم لك وتتزوجينه. ما هو بالضبط صجيت. ابوك اتصل عليك شوف شيبي. لا كن ردت عليه. لا ما ردت عليه بس اذا دق عليه اكيد برد عليه. بس شوف شيبي يبون يرجع البيت. شيبي يعني يرجع البيت؟ شو المشكله؟ يمكن محتاجك يمكن فيهم شيء يبون منك شيء. لا هم ما يبون كذي. هم يبون يطيحون عيني بالارض وان انا انسى حنان خلاص. انت ليش متسرع؟ ارجع البيت شوف ابوك يمكن يبي يراضيك يبي يطيب خاطرك. يعني عجبتك القعده هني بالشاليه؟ ها قول كذي لا تلف الدور علي لا تقطع علي نغزات. اسمعني تبني اطلع من الشاليه اطلع ما عندي مشكله. تبي يوميه الشاليه هم ادفع لك اياها هم ما عندي مشكله. شو الحكي هذا الله يهداك سعد؟ ترى صاير وايد حساس وتزعل بسرعه. يعني انا بطردك من الشاليه؟ شو الحكي؟ ابي مصلحتك انا. انا مو متخيل انسى حنان. مو متخيل علاقتي مع حنان كذي بهالطريقه. مو متخيل. ها طلعت مواعيدك يا خرطي. وين اللي يقول يلا بنخلص كل شيء اليوم؟ انا اسف بس صارت لي شويه ظروف. ليش صاير؟ والله ماكو اخوي بالمستشفى وتو طالع منها. يلا ما عليه ما يشوف شر. المهم شلون الحين؟ والله الحمد لله اضطريت اقعد معاه شوي بالمستشفى على ما يطلع. ما حبيت ابلغ لا الوالده ولا الوالد عشان لا يحاتونه. يلا زين تسوي. المهم متى نشوف الارض؟ ان شاء الله باكر العصر. خوش عيل عسى ما يتعب احد بعد. ايش قصدك؟ اضحك وياك ايش فيك؟ لا فوز هالمواضيع ما فيها ضحك. خلاص اوكي اسفه. يلا باي. شوف انا جايبك هني بس عشان نسولف على راحتنا. خير ايش صاير؟ ما ادري احسك يعني انت مو على بعضك من خطبك سعد. اكيد مو على بعضي. انت تدري وانا ادري سعد يحب حنان وتقدم لها اكثر من مره. مش عارف شلون انا صرت في الموضوع. شلون اهلي ياو خطبوني؟ شو اسوي؟ يعني ادري كل هالاشياء. يعني عادي عندك؟ مو عادي عندي بس اللي عارفه اللي بين سعد وحنان يعني كان يحبها صح وتقدم لها بس الابو رفض. من رفض كل شيء انتهى بينهم. قلبي مو مرتاح ولا مطمن.
مخنوقة مخنوقة من هالزواج هذا كله. أنا أقولك يعني فكري بالموضوع استخيري وإن شاء الله اللي يكتفي الخير. ترى سعد ريال كفو ما راح يخلي عليك كاسر. أنا أدري أنت تظن أي بنت بهالدنيا ما تتمنى أن تكون متزوجة وعندها عيال وعندها حياة وعندها ريال بحياتها ومستقرة. أكيد كل بنت تبي. زين ليش ما تعيشين هالحياة؟ لأني خايفة. تعرف من شنو خايفة؟ خايفة من المستقبل يا مشعل. أنا أدري إن أنا مو صغيرة. أنا أدري إن سعد عمره ما راح يحبني لأنه بقلبه واحدة ثانية. صدقني لو كنت أدري في يوم من الأيام إنه هو ما عنده ماضي ولا ما كان مرتبط بصديقتي، هو ممكن مجرد ما يشوفني يتذكر حنان لأن أنا كنت صديقتها. وليش أعيش كل هالتعذيب؟ ليش أعيش عمري كله بألم وحسرة؟ حسرة على عمري، حسرة على شبابي، حسرة على حتى عيالي اللي ممكن يجون بعدين. مشعل أنا مو ضد مبدأ الزواج بس سعد لا. صراحة ما أدري شو أقول لك. خلاص يبا باكر إن شاء الله أكون بالبيت. ما يصير خاطرك إلا طيب. إيه قول حق أمك كذي بعد. إيه اليوم أنام وباكر عندكم إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله يبا. مع السلامة. We'll be right back.